السلام عليكم ورحمة الله. هيدا هون مثال، مثلا طبق مثل حكيت لكم عنه، كان في بطاطا أكتر من هيك بس شلتهم أنا، تمام، عشان يصير نفس البورشنز. هلا حتى السالمون هني حاطين 3 شقف لأن الأوردر جاي هيك، بس واحدة منهم كتير رقيقة، هيدي اللي بالنص، which is okay. هلا عندك أنت هون لو هيدا الطبق قسمته، تمام، عندك بروتين، خضار، وكربوهيدرات، تمام. عادة أنا إذا بدي مثلا بشيل واحدة من هاي دولة، تمام، وبكتر الخضرة شوي، بس it's okay, this is also okay. وما في معاه صودا ولا شي سكريات ولا شي. الخبزة ما بعرف إذا هي براون ولا لا، شكلها براون مثل الكعكة عاملينها هن، بس إذا أنت عندك أوبشن تاخد براون بريد بكون أحسن. والبطاطا هدول حتى هدول كتار، يعني اذا بدك تاكل الخبزه كل واحدة بطاطا او ولا واحدة، او كل هالبطاطات ما تاكلش الخبزه. وخليك دائما على هالشي، هيدا ما ترجع تصب مره تانية، صب مره واحدة، خلص صحنك الحمد لله واتكل على الله، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.